حضرتك أهلا بيك. أهلا منورنا في البرنامج. وزيارة زي دي، هو ولي العهد دي رابع زيارة ليه لمصر، ولكن أول زيارة ليه كولي عهد مش كده؟ فضل. يعني هو زيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر أول زيارة رسمية منذ توليه ولي العهد. هنضيف كمان حاجة، إن هي أول زيارة رسمية له خارج المملكة العربية السعودية. يعني مؤشر مهم جدا إن أول زيارة يقوم بها الأمير محمد زيارة رسمية خارج المملكة تكون لمصر ويخص بها مصر. ونقول وراء الزيارة الأولى ومصر معاني كثيرة جدا جدا بتقول مدى أهمية مصر للمملكة العربية السعودية. وطبعا احنا التاريخ كله بيقول كده، ودايما نقول احنا انه استقرار اوضاع وطننا العربي والاسلامي بيأتي اعتمادا على قوتين مهمين جدا، مصر والسعودية. وكلما كانت العلاقة قوية، وهي دايما قوية على فكرة، دايما التاريخ يعني بيقول دايما هذه العلاقة قوية، نشعر نحن أبناء الأمة العربية والإسلامية بالاطمئنان كلما تكون هذه العلاقة في أوجي نشاطها. الحقيقة أنا يمكن شرفت بأن جالي دعوة رسمية في أكتوبر 2017 ان انا اعمل احضر مؤتمر، كان الامير محمد متبني هذا المؤتمر واعلن عنه، وكان اسمه السعودية 2030. وفي هذا المؤتمر تم الاعلان عن مشروع نيوم. والحقيقة لفت، كان اول مرة يعني يخرج الى النور اعلان عن هذا المشروع. وعلى فكرة بالمناسبة نيوم مجموع يعني المساحة اللي هي هتبقى عليها حوالي 26,000 كيلومتر مربع، تقريبا نص مساحة سيناء. مدينة نيوم تمتاز بأنها هتقام على أراضي سعودية مصرية أردنية. امبارح تم الإعلان عن تنمية، أظن امبارح أو النهاردة، مشروع في جنوب سيناء تم توقيع عليه بين رئيس فتح السيسي واسمه الأمير محمد لبدء استثمارات في جنوب سيناء. وسوف تكون هذه الاستثمارات في مدينة نيوم، وده أول جزء استثمار في هذه المدينة في الجزء المصري من هذه المدينة. لو